أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع حسين عبد الله العلي، سوري مقيم في السعودية. يقول في أولهما: أنا أعمل في شركة براتب محدود الكمية بمهنة سائق باص كبير، وتصرف لي الشركة قسيمة بنزين للباص يوميا 80 لترا. أقوم بتعبئة الباص كاملا، ويزداد عندي تقريبا من 10 إلى 20 لتر بنزين. هل يجوز لي أن أصرف هذه القسيمة لنفسي دون علم الشركة أي تلك الزيادة؟ وعلما يا فضيلة الشيخ بأن صاحب هذه الشركة الكبيرة العالمية مقيم في أوروبا، ولو أعطي هذه الزيادة، بل لو أعطى هذه الزيادة لغيري، ربما يقصد لو أعطي هذه الزيادة لغيري من الموظفين لأكلها هو. هذه أمانة، الواجب عليك أن ترد الزائد إلى المسؤول في الشركة الذي يملك الصلاحية أو الإذن. إذا أذن لك وهو يملك الصلاحية جاز لك استعمالها، لأنه ينوب عن صاحب الشركة وأنت لست مسؤول عن تصرفه، أنت تبرئ ذمتك ولست مسؤولا عن تصرفه. نعم.